السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. مرحبا بكم معايا في قناة شواط فاطمة المغربية. اليوم اخوتي جيت نشارك مع اخوتي البغرير، جيت نشارك مع اخوتي كسكروت ديالي عفوا. درت هنا المشاهدين ديالي، اسمحوا لي ما شاركتش معكم المقادير من الاول، كنت كنصور ان رجعت التليفون ما لقيت واحد الغلط في التليفون، اسمحوا لي بزاف. درت هنا واحد نص معلقه ديال الخميره من هذه، غير شويه غير النص. درت واحد نص ديال الخماره، درت شويه من الملح، الماء دافي. عادي المشاهدين ديالي ثلاثه ديال الكيسان ديال الفينو، كاس ديال العنب هو كتشوفوا فيه، ودرت اربع كاس ديال الدقيق ديال الفرص، اربع كاس حد واحد. انا دابا غادي ان شاء الله غادي نغطيها ونخليها تخمر، وملي غتخمر نشاركها مع خوتي البدايه ديال البغرير كي جات. انا باقي لي هذا شويه، انا ما طحنتوش، عادي نطحن ان شاء الله نكمل البغرير بالطحين. انا درت واحد شويه ديال الملون، واللي بغى يدير يديرو، اللي ما بغاش ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله كل واحد حر في راسو. انا نوريتكم المقادير ديال البغرير من الاول حتى الاخر. انا دابا غادي ندوز نطحنها. نخليها المشاهدين ديالي واحد 10 دقائق تخمر، ما كثرتلاش الخميره بزاف، تخمر على خاطرها. واللي ما بغاش يخليها تخمر ما كاين حتى مشكل، كاين البغرير اللي ما كتخمرش غير كتطحن. المشاهدين ديالي وكيبدا طيب، انا غادي نخليها تخمر واحد شويه على ما نسالي عندي شي شغال بغيت نقضيه ان شاء الله، على ما طلع واحد شويه وعاد نرجع نطيبهم ونشاركها مع خوتي. البغرير هي خمرت المشاهدين ديالي، دابا راه غادي بديت نطيب، راه لقيتها خمرت تبارك الله بزاف، وإن ضربتها بهاد المغروفه على ما خرج الهواء ديالها مزيان باش كتجيني البغرير زوينه. وما الا غير وصلتو خليتو لقيتوها خامره وديروها دزو المغروف وكبوها في المقله، الا ما كتجيكمش زوينه. انا ضربتها مزيان بحال هكا، خرج من داك الهواء ديالها، ودابا راه بديت نطيب الحمد لله. انا بديت نطيب حتى هي، اللهم بارك، شوفوا زاله البغرير، صلى على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هانتوما الغاليين ديالي، واحد البغرات تبارك الله واعرين، اللهم بارك. ويها بحال هكا وديرها وما كتسدوش العيون ديالها، شوف كيف كتبقى البغرير طيبه ومدلوكه في المولينكس مزيان تبارك الله، باش السميده كتطحن مزيان وكتجي البغرير واقفه ما كتجيش مرخيه. نكمل المشاهدين ديالي البغرير كامله بهذه الطريقه، ورجع ان شاء الله نكمل مع خوتي ان شاء الله من الاول حتى الاخر. المشاهدين ديالي، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ويكون في الظن ديال في ظنكم ان شاء الله، ويكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وديروا لي ابوني واللايكات ديالكم ودعموني، والشكر لكم بزاف، راكم مشكورين وغاليين، وانا دائما معكم في الجديد ان شاء الله. والله ما ننساكم يا ربي، تخليكم ليا وتخلي لي ليكم يا ربي، امين. ودائما معكم ان شاء الله في الجديد، دائما في الشهيوات ان شاء الله، عصريين وبلديين، والشكر لكم بزاف.